بعد ما سكنوا بالبيت أو أثناء وجودهم بالبيت ظهرت مشكلة الرطوبة، وهي معروفة أنه لها أسباب متعددة، ممكن يكون تسريب ببعض الأنابيب الصحية اللي موجودة أو الطوابق العلوية عم بيكون فيها مشكلة فبتأثر على البيت اللي تحتها، وكتير قصص تانية رح نتعرف عليها أكثر، رح نعرف هاي المشكلة كيف ممكن نلتقى لحل، كيف ممكن تتعالج، وخصوصا بالبيوت اللي هنن عايشين بقلب البيت مو لسه بيت عم بنحضره. كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها ويعطينا المعلومات الأكيدة المهندس وسام الششكلي المدير التشغيلي لشركة بيلدينغ رانك. صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم أهلا وسهلا فيكم يا أهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح. فيك. بالبداية خلينا نحكي عن الأسباب الرئيسية للرطوبة، يعني بالمجمل هي سبب رئيسي بنشوفه بمعظم البيوت، يعني أحيانا بقول لك أنا أسست البيت صح واشتغلت صح بس مع ذلك بيتي فيه رطوبة، بشم ريحة الرطوبة بشوف فيه رطوبة. الأسباب الرئيسية إذا بدنا نحكي عنها. تمام، هلا نحن إذا بدنا نقسم الرطوبة، في عندك الرطوبة اللي ناشئة عن الجو أو عن المناخ المحيط، طبعا هي الرطوبة بيكون تأثيرها موسمي ممكن ما بيكون دائم، وعندك الرطوبة اللي ناشئة مثلا عن الأمطار عن التسريبات، عندك الرطوبة المستمرة اللي ناشئة عن تسريب سواء كان بالصرف الصحي أو بتمديدات المياه اللي هي المياه الحلوة سواء كانت سخنة أو حلوة أو باردة عفوا. فهي بشكل أساسي نحن الفرق بين أنواع الرطوبة. طبعا الرطوبة في منها عرضية بيكون بسبب الجو أو مثلا ممكن يكون تنشف بعد فترة أو تظهر مثلا بالشتاء وتروح بالصيف. صحيح. وممكن في شيء اللي نحن بنخاف منه أو اللي بيكون له تأثيرات كبيرة هي الرطوبة اللي بتكون بسبب تسريب معين، تسريب مستمر، هاي اللي بتسبب الأضرار الكبيرة وبيكون ضررها دائما ومستمر. طبعا مشكلة الرطوبة هي مشكلة عامة وغالبا هي بتترافق مع كل المشاكل، يعني نحن متخصصين بجميع المشاكل بفحص جميع المشاكل، فدائما اغلب المشاكل اللي بتكون عم تواجهنا بتكون مترافقة مع مشاكل الرطوبة او بتكون متسببة بسبب مشاكل الرطوبة. يعني فترة الزلازل مثلا كان تقريبا فينا نقول اكثر من 90% من الحالات اللي عم توصلنا او الحالات اللي عم نشوفها على ارض الواقع كان في اثر للرطوبة، سواء كان انشائيا او سواء كان على الديكورات الداخلية وتسبب تشققات للاسقف. كمان مثلا بفحوصات الكهرباء وغير قصص في كتير نسبة كبيرة كمان من المشاكل كانت بسبب الرطوبة، خاصة موضوع الكهرباء. فالرطوبة هي مشكلة كتير كبيرة وآثارها كتير كبيرة. هلأ ممكن ما تكون تأثر على أساس المبنى أو على إنشائية المبنى على المدى القصير، بس على المدى البعيد لها تأثيرات كتير كبيرة، ولها تأثيرات أيضا بتسبب العفونة وتسبب أضرار صحية كتير كبيرة، بالإضافة لموضوع الديكورات، موضوع المنظر السيء، كل هدول الأمور بيدخلوا ضمن تأثيرات الرطوبة. طيب خلينا نحكي اليوم بعد ما عرفنا المسببات، خلينا نحكي شوي كيفية العلاج. أنا في عندي نوعين يمكن من المعالج، معالجة سابقة يعني وقت بكون البيت لساته على أساساته وأنا بدي أشتغل فيه، وفي عنا نوع اللي بتظهر فيه الرطوبة للناس موجودين مثل ما قلنا بالبيت وظهرت هاي المشكلة، كيف بنعالج بالحالتين؟ تماما. هلا نحن اول شيء لعلاج الرطوبه هو حل واحد ما في غيره، هي معرفه سببها وعلاج السبب، ايقاف الرطوبه. اي حل تجميلي هو حل ممكن مؤقت وممكن يسبب زياده المشكله، انك ما بتعود في تهويه للرطوبه، ما بيعود بتعرفي كيف الرطوبه عم تنتشر، هذا كله بيؤدي بالنهايه لتدهور المشكله. هلا اهم شيء هو معرفه الاسباب، هل هو السبب مثلا انه عم يصير تسريب من السطح الاخير، هون بيكون الحل باصلاح تصريف السطح الاخير، اصلاح الميول، ميول المياه، العزل الكامل. هلأ في مشكلة كتير كبيرة عم تواجهنا، هي مشكلة حتى لو السطح معزول وقت عم يتم تركيب الطاقة الشمسية أو عم يتم تركيب الخزانات أو هذا عم ينضرب العزل بأماكن معينة ما عم يكون في انتباه لمعالجة هاي المشاكل. كمان تغطية المناور، عزل المناور، هذا كله بيدخل ضمن
معالجة الرطوبة. أما إذا عم نحكي نحن على مرحلة التأسيس، فمرحلة التأسيس كتير سهل فيها أنه نحن نغطي مشكلة الرطوبة. طبعاً بده يكون في استلام لكل مرحلة. أي شيء عم ينشغل بالبيت ممكن يأثر على التمديدات، فدائماً لازم يكون في استلام للصحية بعد كل مرحلة. يعني مثلاً عندك مرحلة البلاط ممكن تأثر، مرحلة تمديد الكهرباء ممكن تأثر، مرحلة التدفئة ممكن تأثر، فلازم يكون في استلام للرطوبة أو للتمديدات المياه بعد كل مرحلة بناء لحتى نحن نوصل يعني حتى نوصل لمرحلة ما يكون فيها أي مشاكل سابقة ونغطيها. تماماً ونغطيها. طبعاً لازم تكون نوعية المواد جيدة. كمان المشاكل اللي كانت عم تواجهنا بشكل كتير كبير هي إنه في عنا التمديدات القديمة أغلبها خاصة بمدينة دمشق عم تكون من مادة الفونت. الفونت عمره التشغيلي قليل نوعاً ما، فبتصل إلى مرحلة إنه هو بيفقد عمره التشغيلي وإجبار بده يصير في انهيار بالشبكة. فهي كمان كانت مشكلة كتير كبيرة عم تواجهنا. طبعا هاي المشاكل يعني بده يكون حلها جذري لحتى أنت تقدري توقفي المشكلة. وكمان المشاكل اللي أنت بتواجهك أنه وتكون في مشكلة مشتركة بين كذا طابق أو بالبناء بتمديدات البناء بشكل عام، هاي المشكلة بتواجه وصعبة لأنه بدك كذا حدا يتفق. صحيح. وكل واحد بيقول لك المشكله مو من عندي. صحيح. خاصه اذا كان في حدا مستاجر مثلا ضمن هاي الطوابق بيقول لك انا ما دخلني بالتصليح، ما لي علاقه. اي فبتضل تتفاقم المشكله لتصل لمرحله سيئه جدا. يعني انا قبل ما كثير نتعمق بهي المشكله ما كنت عارفان انه مشكله الرطوبه ممكن توصل لهي المرحله. يعني نحن شفنا بيوت فعليا هي غير اهله للسكن بسبب الرطوبه. عفونه، تملح دائم، دائما الدهان عم يهر. فهي كلها مشاكل، بالاضافه لانه فتره الزلازل مثل ما خبرتك في كثير قراني ابنيه كانت مهمله بسبب الرطوبه. زادت. كانت الرطوبه واصله لحديد التسليح، سبب صدأ حديد التسليح، البيتون بحد ذاته تحسيه متهالي تماما. فهذا كله كان عم يسبب، وهذا يمكن يكون تفسير منطقي نوعا ما انه الأبنية بالمناطق الساحلية والمناطق اللي فيها رطوبة كان تأثيرها بالزلازل اكبر بكثير من الأبنية الثانية. فمشكلة الرطوبة يعني مثل ما قلت لك على المدى البعيد إلى آثار جدا سيئة. صحيح. طيب خلينا نحكي، يمكن مثل ما قلت هو الحل الأساسي للرطوبة هو الحل المشكلة من جذرها، بس أحيانا يعني بما أنه سكان البيت قاعدين بالبيت وأحيانا ممكن تكلف تكاليف مادية كبيرة بالوضع الحالي بيلجؤوا لبعض الحلول. عم نسمع مؤخرا استخدام ورق الجدران، يعني لأنه بنعرف مثلا الدهان بهر، ورق الجدران آمن يعني ممكن يكون حل المشكلة لسنوات ولا لا؟ هيدا الحل منه جيد؟ هلا بالنسبه لورق الجدران او اي ماده اكساء ثانيه، طبعا انا ما عم بدخل بالتفاصيل الفنيه للمواد، بس هي بشكل عام عم تزيد المشكله مثل ما خبرتك. لانه انت عم تغطيها وما عم تعود متعرضه للتهويه. ورق الجدران تحديدا ما بيصمد بظن اكثر من سنتين ثلاثه على 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 مشكله الرطوبه. فالمشكله الاساسيه هي انك انت بتحلي المشكله من جذورها، لانه انت شو ما غطيتي. يعني نحن واجهتنا كثير مشاكل كانت مغطين مثلا نص الحيط، كان الحيط من تحت مثلا في رطوبه، غطوا نصه مثلا بحجر او بهذا، فبتلاقي الرطوبه طلعت لفوق. عرفتي كيف؟ فالرطوبه عم تستمر وما عم تعرفي وين رايحه، وعم تنتقل من طابق لطابق وعم تتفاقم. فنحن مشان هذا الموضوع في تقنيات معينه، نحن عندنا تقنيات تعتبر من الاحدث بالعالم لكشف مشاكل الرطوبه، سواء كانت بالتصريف الصحي او بالتمديدات بدون ما تحتاجي للتكسير. يعني انت تكشفي مكان الرطوبه بالضبط وين، بحيث انك انت تعملي اقل ما يمكن ضرر على البيت. طبعا في مثل ما قلت لك في تمديدات بتكون منهاره بشكل كامل، هي بده يكون بحل جذري مثل تمديد خارجي او اي حل ثاني. بس بشكل عام نحن قادرين انه نحدد وين مكان التسريب بشكل دقيق، وممكن نحن نصلح فقط هذا المكان بحيث انه نحن
نوقف المشكلة. صحيح. طبعا المشاكل كمان اللي عم تصير انه انت ما عندك جهة محايدة هي اللي عم تحط الحل. انت دائما كان عم يتم اللجوء انه يا اما لفني صحية يا اما لتاجر مواد. فتاجر المواد من مصلحته انه يبيع مواده، فني الصحية اغلبهم من مصلحتهم انه يكبروا المشكلة مشان يزيد الشغل. فهي فكرة شركتنا بكل المجالات انه هي جهة محايدة استشارية، جهة محايدة. يعني انا برفض رفض قاطع، كثير بينطلب منا انه نحن ننفذ الحلول اللي نحن بنحطها، نحن بنرفض رفض قاطع مشان ما يكون في تداخل مصالح، مشان ما يكون مصلحتنا انه نكبر المشكلة. خلص انا جاي افحص، سواء كبرت المشكلة او صغرتها انا فحصي هو واحد، فانا دائما بلجأ للحل الاسهل، للحل اللي بكلف اقل ما يمكن، للحل بحل المشكلة. لانه في كتير حالات عم يكون عندنا مشاكل متراكمة، يعني يا اما من طابق لطابق يا اما بيكون في تسريب كذا مكان، فهي لازم تحليها واحدة واحدة لحتى تصلي للحل الصحيح. صحيح. طيب استاذ خلينا نسأل اليوم كمان، بعض الناس بيعانوا من مشاكل وخصوصا اللي بيسكنوا بالطابق الاخير، بيكونوا معرضين اكثر لعوامل البيئه من مطر وحراره، فبيعانوا كثير من اسطح البيت عندهم انه دائما بيتعرض للرطوبه. هي المشكله، هل في مواد عزل معينه لازم الطابق الاخير يكون دائما اخذ باله مثل ما بنقول منها؟ هلا مثل ما خبرتك، هلا اهم شيء بالطابق الاخير يكون ميول تصريف المياه صحيحة، يتم التأكد بشكل دوري من تصريف المي انه المجاري جميعها مفتوحة وشغالة. وكمان مواد العزل شو ما كان، في عندك عدة انواع مواد عزل، يعني سواء بالرولات الزفتية او سواء بالدهانات او العازل المائي، اي نوع عزل بده يتم تطبيقه بشكل صحيح. كل مادة لها طريقة تطبيق معينة ومواصفات فنية معينة، بس أهم شيء إنه يتم تطبيقه بشكل صحيح على كامل المساحة، يتم تغطية حتى الجدران لازم يكون في مغطى 20 سنتي السفلي منه، يتم تغطية جميع الأماكن. ومثل ما خبرتك وقت يتم أي تعديل على السطح يرجع نتأكد من معالجة المكان. يعني هلأ أكثر مشكلة عم تواجهنا هي مشكلة تركيب الطاقة الشمسية، عم يكون في تثبيت براغي، عم يكون في تثبيت قواعد طبعا، لأنه أنت ضربتي العزل هو سطح واحد، عرفتي كيف؟ فأنت وقت صار في ثقب بهذا العزل صار شو الطريقة الأمثال؟ هلأ غالبا نحن بنستعمل أنه يكون يا أما من حلقهم حوالين البرغي، يا أما بيكون معه مادة إيبوكسي بحيث أنه نغطي هذا المكان ما يتم فيها عزل، بس مكان البرغي. أما الباقي إذا معزل صح فما عندك أي مشكلة فيه. مثل ما قلت لك الأسباب الطبيعية هي أسباب موسمية، لا في مناطق يعني ما بتقدري أنت تحليها غير بمواد إكساء معينة، بمواد عزل معينة، أنه هي شيء من الرطوبة ما فيك تحلي السبب. فهذا الشيء لازم يتم متابعته من الأساس، يعني بداية من حديد ممكن يكون مغطى بمادة إيبوكسي معينة معزولة، لنوع البيتون، لعزل الأساسات، لا حتى تصلي للألمنيوم والواجهات وعزل الواجهات، لا حتى تصل إلى أدق التفاصيل، ممكن مفصلات البواب، ممكن مفصلات المطابخ، كلها هي بتختلف بالمناطق الرطبة عن المناطق العادية. صحيح. فهذا الشيء كله لازم يتأخذ بعين الاعتبار. أكيد. بختامنا نشكرك المهندس وسام الشيشكلي على وجودك معنا، شكرا كثير. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها. أهلا وسهلا فيكم.